صباح الخير واهلا بيكم معانا النهارده حلقه جديده ونهارك سعيد. النهارده 29 نوفمبر، ابتدت امبارح المرحله الاولى من الانتخابات، واعتقد انها كانت مرحله في غايه الشرف، وفعلا كنا سعداء جدا باول يوم في الانتخابات البرلمانيه لمصر. صباح الخير يا ساره. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير، اتفضلي يا ساره. صباح الخير، وصباح الخير طبعا على كل الناس، واكيد النهارده برضو يوم مختلف زيه زي امبارح بالظبط، لان النهارده لسه امبارح كان اول يوم من الانتخابات، والنهارده هنلقي الضوء على سير العمليه الانتخابيه اللي حصلت امبارح. بجد كان يوم عظيم، كانت كل الناس قد كده مبسوطه، وكل الناس قد كده حاسه انها فعلا حره وان هي مصريه وفخوره جدا انها مصريه. صباح الخير. صباح الخير ساره، صباح الخير رانيا، صباح الخير مشاهدي النايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل والحريه في الانتخابات. أنا حاسس إن إحنا هنا في مصر النهاردة وإمبارح وكل إن شاء الله الأيام اللي جاية، تحس إن إحنا إمبارح يوم الإثنين أول يوم في الإنتخابات، تحس إن إحنا في عيد. في عيد للمسلمين وعيد للأقباط، عيد لكل مصري في كل حتة في جمهورية مصر العربية. لأول مرة من سنين طويلة بنعمل انتخابات نزيهة إن شاء الله، انتخابات بتعبر إن شاء الله على كل الائتلافات والأحزاب والتيارات السياسية في مصر. نتمنى كل التوفيق لكل اللي عايز مصلحة إن شاء الله مصر. جميل جدا. الحقيقة طبعا كان لازم يعني يكون معانا تغطية كاملة لكل اللي كان حاصل، وتغطية لكل الأسئلة اللي ممكن تكون في بالكم أو حتى في بالنا، لأننا كلنا بنمر بمرحلة أول مرة نمر بيها، والحقيقة جميل إن احنا أول مرة نمر بيها، ولكن كلنا كنا حريصين على إننا كان لازم نشارك فيها. معانا فقرة هيكون ضيفنا فيها الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار الأستاذ محمد الشماع، هنتكلم فيها عن الانتخابات بشكل عام، ودي أعتقد هتكون معاكي أشرف. بالظبط مظبوط مظبوط كده. وكمان هيكون معانا فقره فيها ضيفين، الفقره دي هنتكلم فيها عن دور منظمات المجتمع المدني في الرقابه الانتخابيه. هيكون معانا الاستاذ تامر سحاب، هو حركه مراقبه، الاستاذ عمرو انصاري هو حركه شايفينكم. دول هيكونوا موجودين معانا، هنتكلم معاهم عن كل التفاصيل اللي شايفينها واللي بتدور حوالين الانتخابات والبلد الفتره دي. استاذ نبيل زكي الكاتب الصحفي كمان هيكون مشرفنا النهارده، وبنتكلم برضو عن موضوع الانتخابات. خلينا نقول ملحوظة مهمة جدا موجودة على الانترنت، موجودة في كل وسائل الإعلام على فكرة، انه وجود المرأة في لجان الانتخابات ظاهر بشكل رهيب. فعلا وجود المرأة المحجبة والمنقبة والمش محجبة او منقبة والقبطية، المرأة بشكل عام المصرية حقيقي موجود بشكل كبير جدا. في على فكرة انا حاسة ان ما شفتش غير سيدات، عايزة اقول لك انا شفت لسه بنات كتير، انا شفت ستات وشفت رجالة، بس حقيقي زي ما كان اشرف بيقول ان كل البنات وكل السيدات وكل الاعمار، من طبعا كل الاعمار اللي مسموح ليها ان هي تنتخب، الحقيقه كلنا كنا حريصين على اننا حتى ندي صوت. السيدات الكبار في السن انا شايفاهم وهم نازلين يعني تعبانين بس نازلين رايحين ينتخبوا، بجد حاجه جميله جدا. رجاله يا رجاله، عايزين برضو نقوم بالواجب بالموضوع ده، مهم جدا يعني. لا بس كمان الرجاله كان ليهم الحقيقه دور موجودين او كل حاجه، بس يعني الظاهره المختلفه تحس ان هو المراه انطلقت. يعني المراه بقى حاسه انها بقى ليها دور مهم جدا، ان احنا لازم وان شاء الله نشارك بشكل، يا رب نشارك بشكل فعال اكتر واكتر معاكم كرجاله في البلد دي ان شاء الله. زي ما انت عارف انه العقل اللي احنا بنعيشه دلوقتي بيقول انه زي ما الرجال عندهم قوه ان هم يطوروا البلد، فالسيدات كمان عندهم قوه وقدره على ان هم يطوروا البلد زيهم زي الرجاله بالظبط. صحيح. جميل جميل ان احنا نحس ان احنا ممكن يكون لينا تاثير فعلا، والمره دي تاثيرنا هيكون بجد. خلينا نروح لفاصل ونرجع نبتدي اولى فقراتنا النهارده في نهارك سعيد، خليكم معانا.